نشوف بقى طرق الحركة للدومي اللي احنا عملناها دي. تعالوا لو على فرض قبل ما يعني قبل ما اعمل اي حاجة، انا عايز افكركم ان دي لسه هتتربط بالعربية، بس هتتربط لينك عادي مش هتتربط بالداينامكس. ليه؟ لان احنا هنعمل كل السيميوليشن على دي، اما الداينامكس فهتبقى اسف كل السيميوليشن والداينامكس على دي، اما العربيه الثانيه اللي هي المين بودي هي انهرت كل الكلام ده، او هياخد هو كل الحركه دي لوحده. الداينامكس ممكن تتحرك بالفورسز بتاعه الماكس زي الويند وغيرها، وممكن انها تتحرك بالبوشنج. يعني ايه البوشنج؟ بصوا كده، لو احنا جبنا حته بوكس، تمام، بوكس زي ده كده، والبوكس ده انا حطيته ورا العربيه دي كده مثلا، حاجه وراها بالظبط كده. وكل اللي انا بعمله ان انا بس هدي اوتو كي وهطلع للفريم رقم 30 وهزق ده لقدام كده. بس ده كده عشان دي تشوفه. اولا لو خدنا بقى، هعمل اسكيب بس اشيل الاوتو سيف، تمام. لو خدنا بالنا ان دي هتنزل تحت، يعني دي هتنزل تحت، فانا هاخد ده لتحت شوية كده بحيث ان هو لما تنزل يبقى في فرق او في مساحة. ده كده انا هروح هنا في الريجيد بوديز. طبعا انا مش لاقي اي حاجة. ليه مش لاقي اي حاجة؟ لان ده اولا مش اديتابل، تمام. فلازم اعمل رايت كليك. قبل ما اعمل رايت كليك واعمله اديتابل، زي ما قلت انا بحب احط شوية فيسز، رايت كليك، اديتابل بولي، تمام. بعد كده هقوم رايح قايل لده ان انت، هوريكم الاول ان ده هيبقى ستاتيك، خلاص. ولو نفتكر ان كتلة العربية دي كانت، انا عايز اخلي ده برضو كتلته مش كبيرة قوي، لان لو كبيرة قوي ممكن يطير العربية دي، خلاص. دي حاجة. الحاجة التانية، الانيميشن لما يبدا، انا مش عايز يبدا من اول فريم زيرو، انا عايز دي تنزل تحت الاول وبعدين ده يزقها. فانا عايز اخد الانيميشن ده ويبدا مثلا من فريم وليكن 50. تعالوا كده نجرب. هعمل ريسيت وهعمل كده ونشوف. ولا ادري بيها تاني. ليه بقى؟ لان الاستاتيك اوبجكت مفترض، ديناميك انجن بيفترض ان هو ما بيتحركش، تمام. فده هروح انا في الريجيد بوديز، بدل ما هو استاتيك هخليه كده كينيماتيك، ونشوف لو عملت كده وعملت بلاي. هو ده، تمام. لو بصينا كده، طبعا لو انا عايز الحركة اسرع والعربية تتزق اسرع، هقرب الاتنين دول من بعض، العربية دي هتطير. نجرب، هيشوطها. هو ده، تمام. وان يكن انا ممكن ان انا اخلي الكيوب ده يزقها، يفضل زائقها مسافة طويلة وبعدين يسيبها، تمام. يعني فيما معناه ان انا ممكن اعمل ده يجري كده شوية، يبقى الكيوب ده هيفضل ماشي معاها بالذوق كده لغاية هنا، وبعد كده هطلع كام بس فريم، هعمل اوتو كي واخلي الكيوب ده يزقها زقة جامدة شوية. يعني الكيوب ده هيبقى عامل كده ماشي بالراحة، هيفضل ماشي كده بالراحة 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 بالراحة، وبعدين هوب يقوم زائد. تعالوا كده نجرب.
هنشوف. وقفت اهي بعد كده هوب بالمنظر ده كده. طب تعالوا كده نخلي الكيوب ده الكتله بتاعته عشان برضو اوريكوا ازاي الكتل بتشتغل. هو اصلا لا هنشوف فرق اصلا الزقه. دي طريقه ان انا احرك العربيه بتاعي. في طريقه تانية؟ ايوه في طريقه تانية. الطريقه التانية الاول انا هشيل الكيوب ده. والطريقه التانية بالسبيس ووربس اللي هي الويند. بس قبل الويند انا عايز اوريكم حركه حلوه قوي. انا رحت للبومب او البي بومب ورحت حاططها هنا كده تمام. بس انا هكبرها شويه وطلعها فوق سنه. وفي البي بومب هقول له سفيريكال سلندريكال بلانر. انا عايزها سفيريكال زي ما هي. كيوس هكبرها شويه بحيث انها تفرتك البتاعه دي. ستارت هقول له اد فريم. ممكن فريم 20. ديوريشن هو فريم واحد والسترينجز هتبقى بالمنظر ده كده. تعالوا كده نجرب لو عملنا سيميوليت عشان اوريكم الشكل ولا عملت حاجه. هروح هنا في الداينامكس في السيتنجز سيميوليشن سيتنجز على فريجيد بوديز. كان في هنا ان انا استخدم في الادفانس سيتنج. لا مش في الادفانس سيتنج. افتكر لازم سيلكت دايناميك اوبجكت من دول فورسز. اد الفورس دي تمام. في الحاله دي ولا اي حاجه. تاني ريست لي مفيش. طب ده الرينج انديكيتور ده المدى اللي هي هتأثر فيه. بس انا مش عارف هي ليه ما شالتش الاوبجكت. طيب الت كليك او لما سلكت اي واحد على فكره واحد يعني هنا لازم سلكتهم كلهم. طيب يبقى انا كده هسلكتهم كلهم. هاخد دي لان كده الفورس بقت راحه على موديفاير واحد بس فعلا. كده احنا عاملين عليهم سلكت كلهم اهم. وهقوم عامل اد ليها بالشكل ده. بس افتكر كده العربيه دي هتطير لان السترينجز انا عملتها عاليه. جميل زي ما احنا شايفين ما هياش بالمدى القوي. بس عرفنا انها بتتأثر بالفورسز. اذا انا لو رحت هنا ورحت للويند وعملت كده ورحت بس مايل للويند دي 90. خلي بالك هي 90 90 والا هتلاقي العربية دي لزقت في الارض او طلعت بره. ماشي خليها كده مش شرط تبقى وراها. والويند هخليها بواحد وهسلكت الاوبجكت بتاعي كلها
مرة تانية وهقول له add the force واخد ال wind force. افتكر ان ال wind force sensitive لموضوع ال strings ده, ف يا دوب بتزقها. هريسيت تاني. اكيد طبعا هنانيميت الويند, لان لو العربيه دي قابلت حاجه, لو قابلت حيطه مثلا, هتفضل الويند تزق فيها. عايز اوريكم حاجه حلوه قوي, تعالوا كده نشوف. لو احنا جينا عملنا بلاي شغال اهي عند فريم مثلا 60, هعمل دي اكتيفيت للويند دي, بس هخلي الويند دي مثلا 500 عشان تبقى سريعه. بس هعمل اوتو كي وهخليها في الاول بزيرو, وعند فريم 20 هخليها ب 500, وهتفضل عند فريم خلينا عند فريم 50 برضو 500. طلعنا 500. بعدها بعشر فريمات مثلا هنزلها صفر تاني. طب الهدف من كده ايه؟ الهدف من كده ان انا هجيب هنا بوكس وهرسمه كده تمام, وارفعه سنة كده. اولا مش عايز هنا سيجمنتس, لكن انا ممكن احط هنا او خليها بعدين. هاخد ده كده الاول. تعالوا نعمل سيميوليت بس الاول, نشوف الدنيا هتبقى ظروفها عامله ازاي. افتكر الويند دي هنأخرها لان هتبقى سريعه جدا. ايوه بالظبط, ممكن هنا. ده بقى اولا لو رحنا للفرونت فيو وعملنا ده اديتابل وخدنا الاثنين دول او البوينتس دي ورايت كليك وقلت له تارجت ويلد, وهاخد دي واعمل لها ويلد في دي, واخد من التوب ايه برسبكتيف, وهاخد دي واعمل هاخد تاني رايت كليك تارجت ويلد واخد دي ويلد دي تمام, حاجه كده مثلا. ودول هاخد الاثنين دول وارفعهم. الاوبجكت ده انا عايز اعمل اخد دول و هقول له كونكت باتنين مثلا, يعني زي ما قلت عشان يبقى فيه كام سيجمنت. وهقوم رايح كالعاده للاوبجكت بتاعتي, وده هيبقى ستاتيك. هنا في الحته دي لو انا نزلت تحت في حاجه مهمه قوي 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 عندي اسمها الشيب بتاع الدايناميك كوليجن. يعني ايه؟ يعني كل اوبجكت بيخبط في التاني في الدايناميك انجن بيبقى فيه زي فيرتشوال شيب. خلاص يعني شفتوا الخط ده والخط ده والخط ده, هو بيعمل حوالين الاوبجكت زي شيلد او زي شيب كده, هو ده اللي بيستقبل الكوليجنز. طبعا هو في كونفكس وفي كونكيف, هو
اعتقد ان استخدم دايما الكونفكس، ممكن اقول له هنا convert to custom shape. ده لو انا عملت كده هو هيعمل شيب اخو ده، يعني اخو اللي انا عامله، تمام، بحيث ان هو يبقى فعلا الاصطدام اكيوريت جدا جدا جدا، تمام. فانا اقول له كده، فافتكر ان احنا كده الدنيا بتاعتنا تمام. ده لو انت حابب، مش حابب اعمل كنترول زد وخلينا على كونفكس، هيدينا نتيجة كويسة. طب تعالوا كده نعمل سيميوليت ونشوف الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي. هنريست ونعمل سيميوليت. وهذا هو المطلوب. افتكر دلوقتي لو احنا رايت كليك ان هايد باي نيم، يا دين النبي احنا عندنا ايه؟ ار اف ويل او ليه احنا سين احنا عاملين ايزوليت. عاملين ايزوليشن ونروح للعربية هيرو كار، هيقول لي هايد، هقول له يس. في عجلة ما طلعتش، رايت كليك ان هايد، اوه عملت ان هايد اول. تمام كده جميل جدا. دلوقتي بقى لو هنعمل لينك، انا هسلكت كل الدنيا بتاعي دي، اولا هسلكت ده وهلينك سلكت لينك وهنلينك ده. اوه غلط، انلينك، سلكت البادي بتاع العربيه واعمل له لينك بده، وهنسلكت العجله وهنلينك بالسلندر، برضه هنسلكت العجله وهنلينك بالسلندر. الناحيه الثانيه هنسلكت العجله واللينك بالسلندر، ودي هنسلكت برضه العجله واللينك بالسلندر. كده بقت العربية بتاعتي هتستقبل أي أنيميشن من الديناميك. لو عايزين نجرب هكليك كده، هشيل العين دي، طبعا دي الكار بادي بروكسي، والسنتر اكس بروكسي افتكر هي اللي فيها كلمة بروكسي. في السيرش هقول له any matches، هاخد دول. وعندي كمان ال constraint، افتكر ال constraint كلهم هلاقيهم هنا. جميل، لو عملنا كده بس isolation عموما اهو، ادي واحد تاني تالت رابع خامس
تمام، كل دول في السلكشن، في سلكشن ست. وممكن نعمل دول كلهم هايد، او قبل ما نعملهم هايد عايزين ندخلهم في نيم ست، هنسميهم توي كار. تعرفوا بقى ان في سكريبت بيعمل كل الكلام ده، بس زي ما قلت انا حابب حابب الموضوع ده، هقول ده اوبجكت بروبرتيز واقول له ديسبلاي اس بوكس. الهدف بس ان انا اعرف اسلكت الاخوه دول، هاخد ده كنترول مع ده وكنترول مع ده، وهروح هنا بقى عشان انا عايز ادخل دول هنا. بص كده لو عملت كده تقول له اد سيلكتد اوبجكتس، دخلوا في دول، تمام. هي دي الفكره بس. فانا عايز اروح هنا، لو جيت اقول له دلوقتي توي كار هيجيب لي كل اللي انا شغال عليهم دول، تمام. فانا هقول له رايت كليك وممكن اقول له هايد سيلكشن، انا كده كده هطلعهم تاني، ده ما راحش معاهم، فهروح هنا تاني واروح هنا لتوي كار واقوم قايل له اد، فتاني اقوم قايل له هقول له توي كار، هيقول لي ان هما فيهم هيدن اوبجكت، هقول له تمام رايت كليك وهيدن تاني. اما جسم العربيه فرايت كليك واروح لاوبجكت بروبرتيز وهقول له ديسبلاي اس بوكس نو بالشكل ده كده. تعالوا كده نشوف الحركة. طبعا هنظبط لسه الدنيا، لسه في كلام. فل ميت فل، جميل. وكنترول اس، ابني خلص، تمام. نروح هنا توي كار هيقول لي اظهره، هقول له يس طبعا، وهكليك معاهم الاخ ده وهقول له ايزوليت. كده احنا رجعنا تاني زي ما كنا، بس هناخد معانا بقى مين؟ تفتكروا هناخد دول؟ لا مش هناخد دول خلاص، لكن اللي هيحصل ان احنا نرسم بلان فوق دول عشان العربيه تجري عليه، لان لو ما عملناش كده العربيه هتنزل تخبط في الجراوند ده، وانا مش عايز ده يحصل. فقبل ما هنعمل القصه دي خلاص، هقوم رايح هنا واقوم رايح ل بلين، هنرسم بوكس احسن، لان البوكس له فوليوم والدايناميكس بيشتغل حلو مع اي حاجه ليها فوليوم، تمام، حاجه بالشكل بالمنظر ده كده. وبالظبط هطلعها فوق او عند يعني البلان ده كده، يبقى تحته بسنه بسيطه قوي، تمام. كده كده احنا هنعمل له هيدن، وكالعاده هقوم مدي كام سيجمنت، ودي هنسميها الدايناميك جراوند عشان نبقى عارفين دي دايناميك، والويند زي ما اتفقنا هناخد هنبعد الفريم زيرو ده وهخليه يبدا من اول فريم وليكن 30، تكون العربيه استقرت على الارض وقفت. اما ده فهاخدها وهحطها كاستاتيك ريجي بودي، كده هلاقي العربية دي كأنها فعلا فعلا على الأرض. لو رحت هنا للتوي كار ورحت عامل هيدن هايت سيلكشن كنترول اس، طبعا كان المفروض اخد التوي كار دي احطها هنا في الاخر عشان الانيميشن تبدأ كده خلاص، بس عموما مش هيبقى مشكله، هنحرك الانفايرمنت كلها قدام. طبعا مش حل بس هو سهو للاسف، معلش. اوب نزلت هنا اهي، بيرفكت 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 بيرفكت.
جميل جدا. في حاجة مهمة قوي، الفريكشن. يعني ايه الفريكشن؟ الفريكشن اللي هو الاحتكاك. لو انا خليت الفريكشن ده عالي، العربية هتاخد، يعني عارفين ايه، تحس انك انت ان العربية دي غرزة في طين، يعني لان الفريكشن الاحتكاك عالي قوي. هنبص طبعا مش هنحسها لان الويند جامدة، بس يمكن محسناهاش قوي. لو رفعنا الباونسنس المفروض العربية دي لو خبطت هنا هتنط فوق، بس خلي بالنا ان كتلة العربية برضو عالية. في شفتوا انتوا اللي حصل ده؟ ده من من الباونسنس. في العربية زي خبطت هنا كم خبطة كده. تاني ده بالنسبة لموضوع الفريكشن. طبعا خلي بالكوا الفريكشن بيبقى بين الاستاتيك والديناميك الاثنين، يعني تظبط الفريكشن على الاثنين. عموما هو واضح ان هو مش هيفيدنا هنا بحاجه. العربيه بتعدي بسرعه والويند فعلا الويند قويه قوي. تمام، وممكن نعمل حاجه ظريفه، يعني ممكن هقفل الموديفاير ده وهاجي هنا واضغط F4 وهاجي على الايديتابل وهروح هنا هسلكت الاتش دي ودي، او هسلكت دي ودي بس، وهقوم رافعهم كده. وبما اني مش عايز يبقى فيه ايدجز حاده، فانا هعمل الشينفر. طبعا اللي انا عمال اعمله ده كموديلنج كونسبت هو مش صح، بس يعني هو انا عايز اعمل اي ديفورميشن فيه وخلاص، وهرجع هنا تاني واشتغل كده. تمام، بصوا بقى لما يبقى فيه اوبجكت بالمنظر ده يفضل حته كاستم اوبجكت دي، لا دي يفضل قوي عشان الدايناميك انجن يعمل كاستم اوبجكت زي اللي انت عامله. فانا هقول له كونفرت تو كاستم اوبجكت. للاسف هو خد الحاله اللي هو نزل عليها، هي دي اللي انا كنت عايزكم تشوفوها. انا عملت كده، جيت عملت كده، خد الحاله الاولانيه. تمام، والله في حالتنا مش عارف، بس هجرب. لان بصوا شايفين هو مش شايف الديفورميشن، هو شايف دول، يعني هو هيطلع، يعني العربيه هتطلع كده مش هتنزل النزله دي خلاص. فانا عايز اروح هنا للشيب، الشيب تايب، وانا ممكن اقول له حاجه، ممكن اقول له جنريت او ريجنريت للسلكتد. وفينا 12 فيرتسز ان مش اهي شايفين، هي دي 12 فيرتسز ان مش. طب هو انا لو قلت له convert to custom shape وقلت له regenerate ما عملوش؟ select mesh source op control z ده عمل له convert لmesh source. خلونا نشغل كده نشوف، ما افتكرش ان هو هيشوف الديفورميشن. لقط دي. تمام، وزي ما انتم شايفين العربيه جرى لها ايه. تاني جميل. في هنا حاجه بقى، ان انا هنا عاوزه ايه، اقلل الباونسنس عشان العربيه ما تخبطش الخبطه اللي انتوا شفتوها دي، او لو خبطت ما تردش قوي. شايفين بقت اهدى ازاي؟